نحن في أول محاضرة. صحيح. نعمل شيئاً معاً بعد 31 سنة من الزواج. تزوجنا منذ 31 عام، لكن لأول مرة نتشارك المنبر معاً. وقد اكتشفت أن الرجال والنساء مختلفين، وأنا وأنت نختلف في طريقة تحضير الرسائل، فكانت رحلة ممتعة. فعلاً، ممتعة. لقد تثقفنا. بالطبع. نعم. كان الأمر رائعاً. لكننا وصلنا إلى هدف مشترك غاية مشتركة وهي أن نناقش موضوع الزواج لأننا نعرف وأعتقد أنه معروف للجميع أن الزيجات تتعرض للهجوم منذ سنوات لكن مؤخرا مؤسسة الزواج هي التي تتعرض للهجوم بالطبع كنا نتكلم عن هذا وبعض الناس قالوا لنا لما لا تقدمون دراسة عن الزواج وكنا نقول الواعظ يهاجم في الأمور التي يعز عنها فلا نعز عن الزواج ولا عن التربية سنتكلم عن أمور أخرى لكن عندما بدأنا نرى أن تعريف الزواج وجوهر تأسيسه يهاجم شعرنا أننا لا نستطيع أن نستمر صامتين بالتأكيد الله هو الذي أنشأ الزواج لقد كانت فكرته والخالق هو الوحيد الذي له الحق في تعريف الزواج فناقشنا معا رغبتنا في الحديث عن هذا الأمر اي زواج، ملاخي اثنان خمسة عشر يقول: لماذا يحفظ العاقل عهده؟ لأنه يطلب نسلاً صالحاً من الله. أحب هذا. لذا ينبغي أن تكون حذراً ولا تغدر بالمرأة التي تزوجتها في شبابك. تكلمنا عن هدف هذه المحاضرات كلها، نريد أن نعلم الناس كيف يكونون حذرين على زواجهم، وليس على زواجهم فقط، لكن على روح زواجهم. لاننا سنحكي حكايه بزواجنا يحتاج العالم ان يراها. احب روح زواجنا، وبما ان الله هو الذي انشاه، فماذا سيحاول العدو ان يفعل؟ سيفعل كل ما في وسعه ليدمر ما انشاه الله ودعاه حسن جدا. واذا رايتم الاحصائيات انها صاعقه لان 40 الى 50% من الزيجات الاولى تطلق و60% من الزيجات الثانيه تطلق. الناس الذين يقولون انهم مسيحيون لهم نفس الاحصائيه لكن من يحضرون الكنيسة بانتظام تنزل نسبة طلاقهم إلى 38%، ومن يصلون معاً تقل نسبة طلاقهم عن ذلك. لنسمح لله بالتدخل في زواجنا، وهذا ما أريد أن أوصي به كل من يشاهد هذه الدراسة، الأزواج وكل شخص، لأنكم تستثمرون في شيء مهم للغاية، وقد كان منذ البدء. لذلك أحب هذه الكلمات، ينبغي أن تكون حذراً. لماذا يهاجم الزواج هكذا بشده لاننا تكلمنا عن هذا الامر كثيرا لماذا لماذا زواج لماذا يهاجم بشده الان هل كان الله يظن ان شيء جيد ولكن الان لم يعد شيء جيد هل تغير ما هو سبب كل هذا الهجوم وماذا فعلنا كمؤمنين حتى سمحنا بالهجوم عليه أظن أننا لم ننفذه بشكل جيد إذا قرأت رومية 2.24 يقول بسبب سلوككم تهين الأمم الأخرى اسم الله بمعنى آخر لأننا لا نحيا لأنه إن عشنا مبادئ الله إن سرنا في مبادئ الله هذا ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى مقاومة يقول بولس أسعى نحو الغرض السعي يعني أنه يوجد مقاومة وأعتقد أن ما يحدث هو بسبب تركيز الميديا على الرومانسية، ونحن لا نشعر بهذه المشاعر، لذلك لا نسعى ونحاول الحفاظ على ما أنشأه الله وطلب منا أن نحميه. لذلك علينا كمؤمنين ان نعيش الزواج بطريقه جيده. اقصد ان اولئك الذين يسمون اسم يسوع يجب ان تكون زيجاتهم هي الاقوى والاكثر ثمارا. من الذين سنوجه اليهم كلامنا في هذه الدراسه؟ حسنا، نريد ان نؤكد على اننا لا نقدم الدراسه للمتزوجين فقط، لان الزواج فيه صوره المسيح والكنيسه. لذلك اردنا ان تكون الدراسه لغير المتزوجين ايضا زوجك هو خالقك وتفهمين رغبتي في التفاعل معك كثيرون من غير المتزوجات يقولن لي انا اريد ان اتزوج فاقول لهن لا يمكن ان تكوني في احتياج للصقل مثلي لان الزواج يساعد في صقل الانسان كونك غير متزوج ليس امرا سيئا لكن يجب ان تفهم كاعذب كيف يجب ان يكون الزواج وعندما يسوء الامر جدا ويزيد تشوه الزواج ويزيد فساد الزواج نعم الجميع قد فقدوا اطار مرجعهم ونريد ان نخاطب المخطوبين ايضا لأننا نريد أن نمكنهم من وزن بعض الأمور مبكرا بدلا من أن يواجهوا صدمه الرؤيه التي واجهناها في بدايه زواجنا كما نريد أن نخاطب من يمرون بمواسم نعم، صعبه في زواجهم خاصه ان قلوبنا تدمي من هذا الامر ونامل ان نصل الى الكثير من الناس الى الزيجات التي على المحك او من يسيرون في الاتجاه الخاطئ وسوف نشارك معكم بعض المواسم الضعيفه في حياتنا لأننا متزوجان منذ 32 عاما لذا فقد وقعنا في أخطاء كثيرة يمكنكم ألا تقعوا فيها وهناك الكثير من الأمور التي قمنا بها بطريقة جيدة يمكنكم أن تقوموا بها أفضل منا نلاحظ ابننا أديسون وزوجته جولي يقومون بهذه الأمور أفضل منا نريد أن نرجع بالزمن هل يمكننا أن نرجع بالزمن؟ وكل من يريدون أن يسيروا زواجهم وأنا وجون من ضمن هؤلاء أقصد أننا لنتكلم معكم بصراحة هذه الدراسة أثرت علاقتنا بالفعل. علاقتنا زواجنا جيد ولكننا لم ندرس الزواج من قبل بهذا العمق. نعم لقد فعلنا أمورا صحيحة بالصدفة ولكننا وقعنا في أخطاء أيضا نريد أن نحسنها. وهكذا الله لم يؤسس الزواج فقط ولكن لديه خطة له أيضا وهذه الخطة لم تتغير ولكنها دائما محل نقاش هل نتكلم عن ذلك؟ الله هو الذي أسس الزواج، فكر فيه وأنشأه وكان ذلك قبل إنشاء الوزارات وقبل أي مؤسسة وقبل السقوط نعم قبل السقوط إنها أقدم مؤسسة على هذا الكوكب والله أنشأها وما أراه رائعا هو أن الله كان بعدما يخلق يقول إنه حسن ثم وجد الإنسان وحده فقال ليس جيدا ثم أوجد الله حلا والآن لقد لقد ناقشنا هذا الأمر معا إن أردنا أن نفهم تعريف الزواج وهو ما علينا أن نبدأ به يجب أن نذهب إلى يسوع يجب أن نذهب إلى كلمة الله لنعرف ماذا قال ففي متى الأصح التاسع عشر هذا رهيب خاصة في هذه الترجمة يقول وجاء بعض الفريسيين إلى يسوع يحاولون امتحانه فقالوا هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ لقد كانوا بالطبع يظنون أنه يجوز وكانوا دائما يحاولون أن يوقعوا يسوع في الخطأ قانونيا نعم قانونيا لم يكونوا حاذرين على زواجهم فأجابهم ألم تقرأوا في الكتاب أن الله منذ البداية خلق الناس ذكرا وانثى ثم قال: اتذكرون ذكرا وانثى؟ لهذا يترك الرجل اباه وامه ويتحد. انا احب كلمه يتحد يتحد, يتحد بزوجته فيصير الاثنان جسدا واحدا. بهذا لا يكونان فيما بعد اثنين بل واحدا. وكما تقول الترجمه الله خلق هذا الاتحاد من اثنين. فلا أحد يقدر أن يشوه فنه بأن يفصلهما يا له من كلام أليس هذا رائعا؟ لا يفصل أحد جمعهم الله يجب أن نتكلم عن هذه الأمور قبل أن نكمل يتحد كلميني عن تجميع الله للرجل والمرأة ليكونا متحدين نحاول أن يكون أكلنا صحي أكلا طبيعيا غير مصنع نحارب الأطعمة المعلبة هذا يعني أننا لا نحب ما هو صناعي نعم. نحب الأشياء الأصلية الأشياء التي ذرعت في تربة فيها حياة فيها حياة شيء طبيعي مصنوع بيد الله وليس الإنسان يجعل أجسادنا تنمو بطريقة صحية وهناك وحدة يصنعها الله يقول الله أنا واحد شخصين لكي ينموه أريد شخصين أنسجهما معا وستكون عملية نمو مستمرة، ولن تكون وحدة جامدة، ولن تكون وحدة جبرية، سوف أربطهم معا روحيا. ثم ما فعلته روحيا سوف يبدأ ينسج وينمو عضويا في جميع أنحاء حياتهم. هذا قوي جدا، هذا شيق إن الله واضح جدا، هناك جنسان ذكر وأنثى، زوج وزوجة، رجل وامرأة. وهذا لان اختلافاتنا تجعلنا واحد المتشابهان لا يساوي واحد كوننا مختلفين يعطينا القدره لنكون واحد الذكر والانثى يحملان الصوره النقيه نبدو مختلفين لان وظائفنا مختلفه لكن اختلافاتنا هي ما يوحدنا لقد فقدنا فكره الاحتفال بالاختلافات لدينا ثقافه تحاول ان تقول دعونا نجعل الرجال اكثر انثويه والنساء اكثر ذكوره دعونا نجد حلا وسط انهم لا يفهمون ان هناك وحده عضويه تنتج عن وجود اثنين مختلفين ولهم قلب واحد وهدف واحد احب عباره لا يفصل احد بينهما يقول فلا ينبغي ان يفصل احد بين من جمعهما الله لذا زيجاتنا إن الله يعمل عملا فنيا كلوحة مايكل أنجل الرائعة لكن لوحة الله بالتأكيد أروع يجمع الله بين شخصين بالزواج ويأخذ خطوط وألوان شخصية كل منهما ويجمعها ويصنع منها لوحة رائعة الجمال كيف يمكن لأحد أن ينزع خطوطها وألوانها ويفصلهم عن بعضهم البعض كيف يتجرأ أحد ويفسد عملا عمله الله بيده يفصل الخطوط والألوان نعم، كيف يحدث هذا؟ كما أن لوحات مايكل أنجلو يمكن أن تتعرض للمشاكل بسبب تقلبات الجو وضوء الشمس، تحتاج مما إلى ترميم، لذا يجب أن نحميها. إذا لماذا لا نحمي لوحة الله؟ حسنا، أعتقد أنه موضوع يخص القلب. لنسمع بقية كلام يسوع في متى 19 من 7 إلى تسعة. يقول الفريسيون لماذا إذا؟ امر موسى بان تعطي الزوجه وثيقه طلاق فتطلق رجال القانون فاجابهم يسوع سمح موسى بذلك بسبب قلوبكم القاسيه صحيح الا ان الامر لم يكن كذلك في البدايه في البدايه كان لوحه فنيه لا تنتهك ثم يقول انا يسوع اله النعمه لذلك اقول لكم لحظة لحظة، من يفعل هذا؟ يرتكب الزنا، يرتكب الزنا، يرتكب الزنا، بالطبع. كل من يطلق زوجته إلا إذا زنت وتزوج بأخرى يرتكب الزنا. حين أرى ذلك، لماذا قال يسوع هذا القانون؟ أعتقد أن السبب هو أنه عرف أن قساوة قلوبهم لن تكون مشكلة فيما بعد. الوضع سيتغير سوف يعطيهم قلوبا جديده سوف ياخذ قلوبهم الحجريه التي تبحث عن اعذار للطلاق ويعطيهم قلوبا لحميه تبحث عن اسباب للحب لكن هذا لم يزعج الفريسيين فحسب بل أزعج تلاميذ يسوع أيضا التلاميذ لقد أغضبهم إنهم هذا غضبون. هذا مذهل أنا لم أنتبه لهذا الأمر إلى أن درسنا هذا معا لقد بدأ الأمر بتجربة الفريسيين له ومحاولتهم الإيقاع به لكن الآن التلاميذ غاضبون قالوا يسوع نريد أن نتحدث عن يجب أن نتحدث خافوا قال التلاميذ إن كان هذا هو الحال بين الزوج وزوجته لقد علقنا هذا هو توجه قلب الحجر من لديه مشاكل في زواجهم لقد علقنا فبدلا من ان يروا امكانيه الخروج من المازق القدره على الحل يصبح توجههم لقد علقنا وهذا توجه سيء نعم بدلا من ان يبحثوا عن حل فيما بينهما يبحثون عن حل خارج الزواج انا سعيد لان يسوع على يقول لقد علقت مع جون انا سعيد لانه دائما يبحث عن طريقه يرجعني بها اليه حين ابتعد عنه تستحق الحب اشكرك على اي حال ان كان الزواج هكذا فقد علقنا هذا كلام التلاميذ نظروا اليه وقالوا من الافضل عدم الزواج لكن يسوع قال ما معناه ليس الجميع ناضجين بما يكفي ليعيشوا حياه الزواج رائع عندما رأيت هذا الكلام شعرت بروعته ليس الجميع ناضجين بما يكفي هل تريد ان تتزوج؟ تأكد من انك ناضج في مسيرتك مع الله ويكمل يسوع كلامه إلا الذين يعطيهم الله القدره على ذلك نحن نعظ عن النعمه كثيرا هذه الايام صحيح؟ يقول يسوع الزواج ليس للجميع هناك رجال لا يستطيعون الزواج لانهم ولدوا بلا قدره على الزواج، وهناك رجال لا يستطيعون الزواج لان الناس افقدوهم القدره على الزواج، وهناك رجال اختاروا ان لا يتزوجوا من اجل ملكوت السماوات. من يستطيع قبول هذا التعليم فليقبله. هذا اليس رائعا؟ احب هذه الكلمات وانا ايضا. عندما نتزوج يجعل الزواج حياتنا تتسع. الزواج لا يفترض به أن يكون خسارة لأي شخص. عندما كنا نحضر أنا وجون للمحاضرة، رأينا الكثير من الرسائل على فيسبوك من أناس يشعرون بالضياع حقاً. أزواج يشعرون بالضياع. وزوجات يشعرون بالضياع، يشعرون وكأن حياتهم ضيقة جدا وبلا أمل. زوجات يقولن: أنا أصلي حتى لا تتزوج بناتي لأني لا أريدهن أن يعشن ما عشته أنا. ورجال يقولون لقد فعلت كل شيء ولكني أكره النساء. كيف حدث هذا؟ كيف أصبح الزواج هكذا؟ حقا. لقد شعرت بالمسؤولية تجاه هذا الأمر. نحن مسؤولون. نحن أبواق جسد المسيح. وللأسف انتظرنا طويلا حتى أصدرنا دراسة عن الزواج كان فريق العمل يطلب منا هذا دائما لسنوات طويلة لقد كنت أسمعك وأنت تقرأين تلك التعليقات من الفيسبوك وقلت آه يا رب لأن ثقل الجروح انتقل إلينا نعم كنا نبكي لكن تعرفون قصد الله بالزواج هو أن يجعلنا نتسع وعندما يصبح توجهك لقد وقعنا تفشل فإن سراج الجسد هو العين، وسراج الجسد هو الطريقة التي ترى بها الأمور. إن رأيت الزواج كأمر علقت فيه كفخ كأمر بلا أمل، إذا هذا هو الاتجاه الذي أسير فيه، لأنك دائما تسير في اتجاه رؤيتك الروحية. لكن عندما تفهم أن هذا الأمر مقدس، وان الله هو الذي جمعكما وانه يريد ان نتسع ويجعلنا اكثر اثمارا تشعر فجاه بان الزواج يستحق ان تحارب من اجله اعتقد ان الوضع الذي نحن فيه الان هو ان الميديا تصور الزواج بصوره معينه مشاعر ورومانسيه ومثل هذه الامور بينما ما نراه هنا هو امر اكبر من ذلك بكثير نحن نحارب لنكون اكثر اثمارا نعم وايضا هناك من يرون ان الزواج هو عقد افعل ما اتوقعه منك فابقى معك وان خيبت املي سارحل لكن الله يرى ان الزواج هو عهد. عهد وعندما بحثنا عن كلمه عهد وجدناها تعني انا ساعطي كل كياني لك وكل ما لي هو لك وكل ما لك سيصبح الآن لي، وبسبب هذا كل ما سنفعله سيتضاعف، سيتسع، سيتسع، سيزيد؛ لأن سيؤثر بسبب العهد. أما العقد فهو في الواقع يعني وثيقة أو اتفاق على تحركات محددة. معنى عقد، هذه هي الحدود لا تتعداها. إن تعديتها، يكون لي الحق أن أتركك. ساكون حرا من التزامي امامك هذا هو العقد العهد لن اتركك ابدا والعقد يقول حياتي قاد حياتك. معناه ان يصغر الحجم ويقلل محيط الدائره وحين ننظر الى صوره جذع الشجره هذا ترى ان محيطه يتسع كل عام ويزداد عرضه ويكبر لذا نريد ان نرى زيجات مبنيه على العهد وهي ليست للأسف أنا مسيحي وأنا متزوج فأنا الآن عالق لا أريد أن أفوت المرح أنا مضطرة أن أعيش مع هذا الرجل وأنا أكرهه هذا ليس ما يفترض أن يكون عليه الاتساع هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفيو؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org هل كان سهلا؟ لا حسنا لا لا وإذا سألتني ليزا نفس السؤال سأجيب بلا بالطبع يستحق العناء هل شعرنا من قبل أنه ما من أمل؟ بالطبع نعم <applause> نعم كنت أريد أن أخرج لك عقدا وأقتلك نعم أفهم ذلك لكن لا لكن نحن هل أنت سعيدة الآن لأننا لازلنا معا وملتزمان بذلك؟ نعم هذا أكيد وأنا أيضا هذا أكيد وأنا متحمسة جدا للمستقبل نعم نريد ان نتكلم عن شكل هذا الاتساع. نعم. لذا ساقرا من التكوين لان اطار هذا كله هو قصه الزواج. نريد ان نتحدث عن الهدف. الله لديه هدف من الزواج. والفكره كانت فكرته في تكوين واحد 27 و28 وعشرين وعشرين. خلق الله الناس على صورته على صورته خلقهم ذكرا وانثى. اريد ان اتوقف هنا. هذا معناه ان الذكر والانثى يحملان صوره الله لذا عندما تاتي نعم. ثقافتنا ليس الذكر فقط ولا الانثى فقط الذكر والانثى لذا عندما تهاجم ثقافتنا الجنس فهي تهاجم صوره الله الهجوم على الزواج هو هجوم على طريقه الله في التعامل مع شعبه لكن الهجوم على الجنس هو هجوم على صوره الله انعكاس الله على الارض اريد ان اؤكد على ان هذا ينطبق على الذكر والانثى لان الانثى خلقت على صوره الله بالضبط مثل الذكر نعم ثم يقول وباركهم الله بارك الاثنين الرجل والمراه وباركهم الله فقال هذا تفويض لكل منهما اثمروا وتكاثروا املاوا الارض واخضعوها سودوا على سمك البحر وطيور السماء كل ما يتحرك على الارض ثم قال الله عدد وثلاثين وراى الله ان كل ما خلقه حسن جدا. في البدايه يا جون الرجال والنساء كانوا اصدقاء وليسوا اعداء. صحيح كانوا اصدقاء مقربين كانوا يعملون معا ائتمنهم الله على تفويض التكوين. قال الله أريدكم أن تأخذوا هذه القصة التي أعطيتها لكم وأن تأخذوا هذه الجنة وتجعلوها مثمرة أريدكم أن تزيدوها وتضاعفوا ثمارها أريدكم أن تملأوا الأرض املأوا الأرض اخضعوا سودوا هل كان هناك حدودا؟ هل قال أريدكم أن تأخذوا 16 ميلا مربعا فقط؟ قال املأوا الأرض قال اثمروا لم يحدد طريقة الإثمار بل قال اثمروا وقال كل ما تفعلونه اكثروه ولا تقسموه اخضعوه اي اقيموا نظاما ثم قال سودوا كثيرون لا يفهمون الفرق بين السياده والسيطره. نعم صحيح وعندما يحدث سقوط ما يحدث هو معركه بين الجنسين وبدلا من السياده تجدين السيطره والتحكم تجدين رجالا يحاولون السيطره على النساء ونساء يحاولون السيطرة على الرجال وبدلا من الإثمار يحدث جدوبة وبدلا من ماذا قال هنا بكثيرو. الإكثار يحدث انقسام لدي ثلاثون سببا يثبتون أن الزواج يجعل الناس والأطفال أفضل وهذه الاحصائيه قامت بها مؤسسه حكوميه اذا ما يحدث هو اننا ننقسم ولا نتكاثر العدو لا يريدنا ان نتكاثر لان الله قال اريدكم ان تكثروا وهذا لا يعني فقط ان ننجب اطفالا دعوني اقول لكم عن خبره انا لم اكن ساكون حيث انا اليوم ولم تكونوا ستقرؤون كتابا واحدا لجون بيفير لولا ليزا بيفير اؤكد لكم لم تكونوا ستقرؤون كتابا واحدا لجون بيفير ويلمس حياتكم ونفس الوضع بالنسبه لي كنت ساعيش صغيره لم اكن ساكبر ابدا نعم لم أكن سأصبح الرجل الذي ترونه اليوم لولا ليزا بيفير فعندما تنظرون للأمر بهذه الطريقة عندما تأتي الهجمات تدركون أنها جزء صغير من الصورة الكاملة الصورة الكاملة هي أننا سنكون مثمرين وسنكثر وسنسود وسننتج ثمارا عظيمة لملكوت السماوات وهذا ما لا يريده العدو لذلك عندما يهاجم العدو الزيجات خاصه الزيجات المسيحيه يريد ان ينتصر ويريد ان يصنع عقما ومن المهم ان تفهم ذلك حتى ترى سببا يجعلك تحارب من اجل زواجك زواجك هذا مهم للغايه انها ليست فكرتك انت وهو ليس ان تنظر الى فتاه وتقول ليس انها رائعه او ان تنظر الفتاه الى رجل وتقول انه مثير او ما شابه من ذلك هناك الكثير غير ذلك انه امر من الله ونسمه منه واحب قول الله هذا ليس جيدا ان يكون الرجل وحده ليس جيدا لكنه قال حسن جدا عندما ارتبط الرجل والمراه وتعرفين لقد أصبح جسدا واحدا يا ليزا وأنا بالفعل أريد أن أوضح الجسد الواحد لقد أصبح هذا حقيقة بالنسبة لي عندما كنا في بداية زواجنا كنت أتدرب من أجل الخدمة وكنت حرفيا أقضي ساعة يعيش ونصف يعيش ويتنفس وينام ويأكل خدمة خدمة نعم وكنت أصلي ساعة ونصف إلى ساعتين كل يوم ولاحظت أن ليزا كانت تصلي عشر دقائق في اليوم أثناء الاستحمام كنت أصلي في السيارة أيضا في السيارة <applause> حمامي ثلاثين دقيقة وشعرت بمسؤولية كقائد شاب للبيت عليه أن يأخذ قرارات صحيحة و... وأكثر من نصف قراراتي كانت خاطئة وكنا نرى النتيجة السيئة لتلك القرارات وذات يوم صليت وقلت لله معترضا يا رب أنا لا أفهم هذا أنا أصلي ساعة ونصف كل يوم أقضي كل هذا الوقت معك وليزا تصلي عشر دقائق في الحمام وخمس دقائق في السيارة وقراراتها صحيحة وحكيمة في معظم الوقت عندي حساسية روحية نعم فأراني الرب شيئا قال لي يا بني احضر ورقة وقال ارسم دائرة فأحضرت الورقة ورسمت دائرة، وقال لي: أريدك أن تضع حروف إكس فيها، فوضعت حروف إكس في كل مكان في الدائرة. ظللت أضع حروف إكس، إملأها فملأتها بحروف إكس. ثم قال لي: ارسم خطا في منتصف الدائرة، فرسمت خطا في منتصف الدائرة. وقال: هذا هو أنت، وهذا نصفه هو ليس لم تعد قائما بذاتك. أنت الآن واحد مع ليسا هذا أنت. وقال أنت تتخذ القرارات كقائد وكرأس للبيت مؤسسة على خمسين. قال الحروف تمثل المعلومات التي تحتاجها مني لقرارات حكيمة. قال أنت تتخذ قراراتك بخمسين بالمائة فقط من المعلومات. وقال لان الخمسين بالماء مما اكشفه موجود في جانب ليسا وقال ان كنت تريد ان تكون زوجا حكيما هذا ما قاله لي تعلم ان تاخذ المعلومات من ليسا دون ان تتسلط عليها او تخيفها خذ منها ما أضعه أنا في قلبها حتى يمكنكما معا أن تتخذ قرارا سليما وقد أوضح هذا لي كيف أننا جسد واحد وكم هو مهم بالنسبة لي أن أشارك ليسا في كل قراراتي أظن أن نساء كثيرات ورجال كثيرون لا يعرفون كيف يأخذون المعلومات من بعضهم البعض نقول لبعضنا هذا قرار أحمق لماذا فعلت ذلك؟ فبدلا من ان نقنع بعضنا البعض، وبدلا من ان نعطي المعلومات للاخر، لم نكن نعرف كيف نفعل ذلك في البدايه، كنت اقول هذا قرار سيء جدا، قد قلت لك الا تفعل ذلك، لماذا لم تسالني؟ انا حكيمه ورائعه، وكان وكان يقول لا، لانه كان يشعر بالعار، لاني صعبت عليه الامور. الذات الذكورية تظهر هنا وأريد أن أثبت أني ذكي وأثبت أني قائد جيد وهذا سخيف إذا بهذه الطريقة نفقد الكثير نحن الاثنين وهذا لا يعزز اتحادنا معا ولا السيادة بل يخلق التنافس نعم بالضبط والسيادة هي التي أمارس بها سلطتي وتأثيري بنيابة عنك وأنت تمارس السلطة والتأثير بنيابة عني السيطرة هي أن أمارس سلطتي لمصلحتي، هذا هو الفرق. والتحكم هو أن أمارس تأثيري لمصلحتي الشخصية، ورؤيتنا معاً هي أن الزواج ليس صراعاً على السلطة. إنه اتحاد القوة. إنه اتحاد القوة، وهكذا يأخذ الله شخصين يريان الأمور بطريقة مختلفة، ويستخدمهما ليكثران، والله بالفعل يحاول أن يعيد كل شيء قد فقد. لانه في السقوط فقدنا علاقتنا بالله ومعظم الناس يعظون كثيرا عن ان الله قد جاء ليطلب ويخلص الهالكين ولكن الكتاب يقول ليطلب ويخلص ما قد هلك وكثيرون في الكنائس لا يفهمون ما قد هلك او فقد لقد فقدنا علاقتنا بالله لقد فقدنا علاقه الذكر بالانثى وفقدنا علاقتنا كشعب بالعالم وفقدنا علاقه الاخ باخيه والاخت باختها لذا نحن نحتاج ان نكرز بالانجيل لكل ما فُقد واؤمن ان المفتاح يبدا في الزواج استعاده ما قد فُقد يبدا بشخصين لديهما قلب واحد هذا يعني انه ينبغي ان يكون لدينا رؤيه لزواجنا لذلك المحاضره القادمه هي ابدا وانت تفكر في النهايه